احنا دلوقتي معاكم لسه مكملين جولتنا من جوه مزار سيدة لبنان حريصة. خلصنا معاكم البرج، دلوقتي داخلين على البازيليك. البازيليك يعني الكنيسة الكبرى يلي بنت سنة 1971 وانتهى البناء منها بعد 20 سنة تقريبا. وبهالكنيسة نحتفل عادة كل يوم أحد بالمزار كله ب 12 قديس يوم الأحد وسبع قداديس كل يوم. هذا شكل الكنيسة هو عبارة عن سفينة فينيقية وأرزة لبنان، يعني هالشكل الموجود فيها أرزة لبنان. وإذا لاحظتي هالحناية هيدي كأنه يدين مجموعتين للصلاة زي كده قدام السيدة العذراء. وين ما بتلاقي بتكوني بهالكنيسة؟ أيوة، هي باينة أكتر كمان في الجزء اللي ورا. أيوة، كأنه الإيد عاملة كده. إيه، حتى كل الناس بيقدروا يشوفوا تمثال السيدة العذراء وين ما كانوا بأي مكان بالكنيسة. هالمقاعد الموجودة بتساعد 3000 مؤمن جالسين. يعني إذا كانوا في بعض الاحتفالات بتكون الكنيسة فل، الناس بيقعدوا على الأدراج أيضا. أكيد في نظام للصوت وفي الشاشة الإلكترونية لمتابعة القداديس كل يوم، وفي مكان للجوقة حتى الجوقات ترتل القداديس وتخدم الترانيم القداس الإلهي. هوني قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وقع الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان. كانت الكنيسة وكل أبوابها وساحاتها مفتوحة للمؤمنين، كان هالشي بهالمكان هذا. بس قلت لنا إن هنا بيبقى فيه إضاءات في الليل. أكيد في هلا إذا بتشوفوا من فوق بنشوف تمثال السيدة العذراء الموجود في وسط المذبح. تمثال سيدة لبنان. سيدة لبنان. يعني بيبين من هون إذا اطلعنا على التمثال بنلاقيه موجود بوسط الكنيسة. أيوه صحيح. صحيح. كل الكنيسة بتشوف التمثال من كل الزوايا؟ من كل الزوايا. الله. وين ما جلس الإنسان بيلاقي هالتمثال بوسط الكنيسة. حلوة جدا. نحن هلا في بداية الاحتفال القداس للأطفال. والجوقة هني من الأطفال، بس هلأ بالصيف مش لابسين تيابهم الرسمية. بس عادة عندهم زي خاص بيلبسوه بهالقديس هيدا بالزيت.